فاهلا بحضراتكم من جديد. كابتن وليد، يمكن قطاع الناشئين عندنا ثلاث فرق صحيح، اللي هم 2003 و2001 و2005 صح؟ احنا عندنا من اول يعني الموسم ده من اول 2006 لغايه 2001. حلو جدا. عملنا ايه؟ نتائجنا 2001 الحمد لله خدنا تاني. يمكن يعني كنا اقرب جدا للفوز في البطوله دي. يعني حاجه كان بسوء حظ، يعني انا حاسس انها مشكله نفسيه شويه مع فرقه 2001. اللي خد البطوله هليوبلس. تمام. يعني قصدي اقول لك ان احنا داخلين فرق جون و2003 فوزنا الحمد لله، 2002 فوزنا برضو. 2002 ممتاز. فوزنا. الاعمار السنيه ماشيه سنه بسنه، 2002 2003 4 5. خدنا تاني برضه، كنا قريبين جدا السنه دي. انا يعني السنه دي انا متوقع ان شاء الله باذن الله 1 2 3 4 دول باذن الله بطوله ان شاء الله السنه اللي احنا داخلين عليها دي. ان شاء الله الموسم الجاي ده هنبدا باذنك يا رب 1 2 3 4 ان شاء الله في النادي الاهلي. بالتالي برضو يعني صادفنا سوء حظ في الفريق الاول، برضو خسرنا من الجزيره 2-1 في البلاي اوف ضربات جزاء. يعني بتهيألي برضو يعني الووتر بولو احنا بنشيد بيكوا ليه؟ لان انتوا جيتوا من بعيد ودلوقتي ما شاء الله احنا داخلين على منصات التتويج بكل اريحيه. ده حقيقي في قطاع الناشئين بالذات. يعني قطاع الناشئين دايما كان هليوبلس متربعه على عرشه، يعني ما كانش حد بياخد منها بطوله بصراحه. لا دلوقتي الحمد لله بنخش وقلق، ويعني يمكن حتى البطوله اللي هم بيكسبوها بطلوع الروح. لا زمان كان الدنيا كانت سهله، يعني بالنسبه لهم قطاع الناشئين ده عندهم كان راكب في كل حاجه. لا دلوقتي الحمد لله، يعني انا يمكن من مكاني ده بشيد بقى بدور الكابتن وليد عزت طبعا مدرب العام، يعني مش عايز اقول ايده بايدي، يعني انا شايفينه في الصور معاكم. لا يعني بصراحه في ظهري وسند وفنيا الله اكبر عليه. انا رايي نمره واحد في مصر ما شاء الله، فهو وجوده معايا في القطاع، يعني هو المفروض مع الفيرستيم. لا ده نزل في الفتره اللي فاتت دي معايا في القطاع نفسه واشتغل معايا. وانا بقول لك يعني فعلا ايده بايدي، ويمكن عملنا زي ما بيقولوا كده يعني جهاز في قطاع الناشئين متفاهم جدا. انا وليد عشت عمري، يعني ما طبعا خلي بالك النتائج دي اهلي ومنتخبه، النتائج دي مش هتيجي كده من الفراغ، يعني احنا النتائج دي اكيد جت تخطيط وجت شغل. يعني برضو